قال لكم كان ساكن هنا ولا اتدفن هنا؟ انا نحنوح باشا ابو العز راجل عنطوز. انا بقول لك يا عم بطل الاساطير دي، كنز ايه الكلام ده؟ انتهى المفتاح اهو. انا بقول لكم ان مش هينفع نخش القصر اللي كان عايش فيه جدكم. ليه داخلين كازينو الليل؟ يا ابن الكلاب ابص ما يصحش كده. مجنين ودار. وخش بقى لمصيرك يا ابو زياد. انا حمد الوزير. انما ليك مهنة يلا نحقق صور الحلقية. ايه؟ وانا عايش بيت عمري ما سمعت كلام كده. بقسماطه؟ ايه بقسماطه دي؟ في جاز دي مش قبل ابدا. جدي كان عنده مزرعه كبيره قوي فيها اكتر من 10,000 عجل يا حماية. يا ابني عيب. خليه هز وهو داخل. يا عم هز ايه وانا صافي نار. مالك يا بابا؟ اي حاجه هنلاقيها هنبيعها بالنص. عايز تبيع حاجه من ريحه جدك ب 600 جنيه بس يا بني ادم؟ ده انا لو لقيت ريحه جدي نفسها هرش منها رشايه وابيعها ب 600 جنيه. ده انا الدنيا علمتني وعمر ماما ما مرجحتني. جايب لكم خبر ب 50 مليون جنيه. انا الزعيم. زعيم هو الاستاذ عادل امام جه؟ ولع فيهم الكلاب ويولع في المستشفى. هات لي نتيجه. اطلع بره. الله يسامحك يا جدي.